الحقيقة هذه الأيام بنعيش طفرة كبيرة جداً في عالم تجميل الوجه والرقبة وشد الترهلات بالوجه والرقبة بعد ظهور العديد من التكنولوجي الحديث والصيحات في عالم التجميل، ممثل في أجهزة الهايفو والجي بلازما والخيوط الحديثة المستخدمة في الشد. الحقيقة أصبح شد الوجه مش زي زمان عملية كبيرة بتحتاج ان احنا نسافر ونغيب بالأشهر لغاية ما شكلنا يرجع، والسكارز والشد الكل للوجه كان عملية صعبة جدا، واحيانا بتغير في ملامح الوجه يبقى الانسان مش عارفينه، واكيد شفنا نماذج كتير لكده. الطرق الطبيعية الحديثة بدون جراحة خلت شد الوجه والرقبة بدون جراحة بيدي نتيجة فورية، بتعيش على طول باستخدام الجي بلازما، او نقدر نعملها في خلال جلسات باستخدام اجهزة الهايفو، او نعمل حاجة تعيش سنة او اتنين بدون جراحة زي الخيوط، ونقدر نستخدم ميكس بين هذه التكنولوجي مع بعضها عشان نقدر نوصل بالنتيجة المثالية من غير ما نعرض الشخص لإجراء عملية كبيرة ذات جروح ظاهرة او حتى خفية، لكن احيانا تغير في الملامح. فالعصر الحديث في طفرة كبيرة في هذا المجال، وتجميل الوجه والرقبة اصبح متاح امن، نتيجة قوية بطرق غير جراحية بدون تغيير في الملامح الأصلية للشخص.